مشاركتنا هو partnership. فإحنا بدينا المشاركة في 2017 مع الإسراء Art Prize. سويناها مرة ثانية هالسنة وإن شاء الله كمان السنة الجاية. فتحناها لفنانين سعوديين وفنانين مقيمين في السعودية. بس إحنا كإسراء إنه هدفنا إنه نكون مكان تشوكيس هذه الحركة الفنية ونكون دعم للفنانين اللي موجودين في السعودية. أنا حبيت أركز على اللغة العربية وصوتم هي مخارج الصوتية لكل حرف من هذه الأحرف الأبجدية. إذا فكرنا وقفتي قدام الأمل حتعرفي أن هذه الأحرف المبعثرة هي الأساس لكل اللغة العربية اللي تحدثت واللي انكتبت، فيعطيها يعني تقدير. أنا استخدمت مواد جديدة، أنا أصلاً رسامة، أنا يعني أشوف البرمجة الكتابة البرنامج كالفرشاة، والشاشة اللي هي الكانفاس حقتي، فأنا مجرد غيرت الأدوات، لكن هي الفكرة نفسها اللي هي التعبير الشخصي.